طيب استعدتوا ازاي للخدمة دي؟ لأنه واضح انها خدمة كبيرة فمحتاجة خدمة استعداد، وبتتم فين الخدمة دي دلوقتي؟ هي خدمة كبيرة جدا فعلا. ابتديناها ازاي او استعدنا ليها ازاي؟ سيدنا اول ما قرر ان هو يعمل الخدمة عمل اجتماع لأتحبوني، اللي هم الخدام بتوع أتحبوني، وقال لنا سرعة التنفيذ، مجانية الدروس، مهما كان الولد هياخد درس ايه، يعني درس 2-3-10 في كل المواد مجاني، زائد ان تكلفة المدرسين اللي بيساعدوا اللي بيدرسوهم دي بالكامل على خدمة أتحبوني. فطبعا اول ما قال الكلام دوت كان قدامنا وقت صغير جدا ان احنا لازم نبتدي بسرعة، ولازم نتفق مع مدرسين من أكفأ المدرسين قبل بداية العام الدراسي. طبعا قبل بداية العام الدراسي ولازم نبتدي بسرعة، وطبعا هما بيبقوا أكيد متفقين من قبل كده في دروس تانية، بس إيد ربنا بقى اشتغلت جامد في وقت قياسي، عرفنا نتفق مع مدرسين، عرفنا إن إحنا حتى المواعيد ما كانتش المواعيد متضاربة أو متداخلة مع بعض، بحيث الولد مثلا ثانوية عامة عايز ياخد الدروس في المواد كلها، ما فيش مادة معادها بيتعارض مع مادة تانية. فدي إيد ربنا لمسناها فعلا في الخدمة دي من أول يوم. طبعا دي ده خلاص اتفقنا مع المدرسين. طب الحاجة التانية عايزين مكان للولاد علشان يقعدوا فيه ياخدوا الدروس، رجعنا تاني لسيدنا قلنا له إن المكان، هو طبعا بمساعدته وبمساندته خصص لينا قاعات، القاعات دي تستوعب اي عدد من الطلبه، مجهزه على اعلى مستوى من التجهيزات ومكيفه. طب اخر سؤال قبل ما نطلع تقرير مفصل عن الدروس التقويه، ايه المواد اللي بتساعدوا بيها الولاد؟ احنا مغطيين الاعداديه، الخمس مواد الاساسيه في اعداديه اللي هي عربي انجليزي رياضيات علوم دراسات، ومغطيين 12 ماده ثانويه عامه بكل اقسامها اللي هو الادبي والعلم وعلوم ورياضيات، وكنا الاول عاملين 10 مواد وبناء على 10 مواد ثانويه عامه، وبناء على رغبه بناتنا واولادنا طلبوا مادتين زيادة، رجعنا برضو لسيدنا وقلنا له انه محتاجين، قال لنا مالكمش دعوة بالمصاريف، مالكمش دعوة بأي تكاليف، ادوهم المادتين بس اتفقوا اهم حاجة انه يبقى مدرسين كفء في كل مادة.